اهلا وسهلا بكم احبتنا الكرام وحلقه جديده من برنامج اصل الاشياء. هالمره راح نتحدث عن اصل الطائرات الورقيه. طبعا يرجع اصل الطائرات الورقيه المطويه الى الصين القديمه، وعلى الرغم من وجود نفس الادله على انه تحسين وتطوير الطائرات الشراعيه المطويه حدث بنفس الوقت باليابان، لكن الورق انصنع على نطاق اوسع بالصين بعام 500 قبل الميلاد. لذلك يرجح انه اصلها صيني حتى وإن تزامنت أو سبقت فترة قصيرة مع اليابان من خلال فكرة الطائرات الورقية الأولى. صار بذهن الإنسان فكرة صناعة الطائرة كوسيلة نقل بين المدن. طبعا درس جميع رواد الطيران الطائرات الورقية لتصميم طائرات أكبر تشتغل بالطاقة المولدة، فكان المهندس الإنجليزي جورج كايلي هو أحد أهم الأشخاص تأثيراً بتاريخ الملاحة الجوية، ويعتبر الكثيرين أول باحث جوي علمي أو أول شخص فهم مبادئ القوة الكامنة للطيران. طبعاً هو استكشف سير أداء الطائرات الشراعية الورقية بأواخر القرن التاسع عشر. هذا الاستكشاف دفع بعده هواية مصممين لتحسين نماذج الورق مع استخدامها كأداة مفيدة بشكل أساسي بتصميم الطائرات بمرور الوقت. كذلك استخدم جاك نورثروب المؤسس المشارك لشركة لوكهيد الطائرات الورقية كنماذج اختبار للطائرات الأكبر عام 1930. طبعا تطورت الطائرات النموذجية الورقية تطور عظيم، وارتفع أدائها بعيد عن أصلها الصيني. وراها شهدت تطور الثلاثي الشكل بالفترة ما بين 1930 و1988 من نواحي مختلفة، منها أداء الطيران العالي أو نمذجة النطاق واستخدام برنامج CAD. بنفس الوقت أيضا ضافوا تحسينات ببناء الطائرة اشتملت على زيادة عدد الطيات، وبعض الأحيان يتم طيها بطريقة متداخلة، وتقطيع الورق المكون للطائرة كعنصر من عناصر التصميم، واستخدام متطلبات ثقل لموازنة إضافية تضمن من خلالها أداء جيد بالتحليق. طبعا الجدير بالذكر أنه عدد من البلدان تحتفل بيوم 8 فبراير من كل عام باليوم العالمي للطائرات الورقية. طبعا خلينا هسه نحكي عن الطائرات الورقية عند العرب. أول من استخدم الطائرات الورقية عند العرب هو مسيلمة الكذاب، اللي يتميز بحيلتين، أولها إدخال البيض بالقارورة، والثانية صناعة الطائرة الورقية اللي كان اسمها راية الشاد. طبعا هذا البيت إجا بوقت كان مسيلمة يحتال على العرب من باب إنه هذه الطائرات هي الملائكة، وإجاهم بمقدمة عصماء لآياته يقول بيها: في ليلة منكرة الرياح مظلمة، في بعض أزمان البوارح إن الملائكة تنزل علي وهي ذوات أجنحة، ولمجيئها زجل وخشخشة، فمن كان منكم ظاهرا فليدخل منزله، فإن من تأمل اختطف بصره. فكان هذا السجع اللي يقوله هو عبارة عن آيات نبوته اللي حسب ما يدعيها. بعدها صنع مسيلمة راية من رايات الصبيان اللي تعمل من الورق الصيني ومن الكاغد، وخلالها أذناب وأجنحة، وعلق على صدرها الجلاجل فطيرها بعد هذا الوقت على أنه هي ملائكة. لهنا أنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. يا ترى شنو ذكرياتكم عن الطائرات الورقية من كنتوا صغار؟ هم راحت منكم طائرة؟ مع السلامة.